السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة بخصوص جام تك. طلبتم مني هذه الحلقة وها أنا قد جهزت لكم، وسنقوم بمشاهدة ما هو اتجاه العملة بعدما انعكس السعر عن توقعاتنا. سنشاهد كل هذا وأكثر من خلال هذا الفيديو، ابقى معنا. عودة لكم مرة أخرى في قناتنا قناة سموبو. فقبل أن نبدأ يعني هذه التحليل، هناك الكثير منكم من تحدث وقال على أن عملة جي أم تي التحليل الذي وضعته لكم خاطئ وإلى غير ذلك. فيا أخي أنا لم أقم بوضع لك يعني التحليل الخاص بي، كان في البداية في يعني بمجرد أن تم الإدراج يعني على باينانس تحدثنا إليها وقمنا بعمل تحليل لها، ضربت لنا جميع الأهداف، ولازلنا نقوم برسم أهداف جديدة، عملية تصحيحية، عملية تصحيح عالية، ودائما ما نتوقع حركة السعر ويتم الدخول أو يتم الاستماع إليها بتدقيق، يتم لمس الأسعار بالتدقيق. فإخوان بالنسبة لي كان هناك يعني انعكاس في هذه المنطقة هذه، مما لاحظنا عودة مرة أخرى للسعر. وكما أخبرتكم يعني منذ البداية أن هذه العملة هي للاستثمار، وحتى لو كنت يعني حتى لو كنت أنت لست بمستثمر، فعندما تشاهد أي توسيع كيف ما كان نوعها، فعلى الأقل أقل شيء أن تستمر، يعني ممكن أن تستمر عملة إلى شهر شهرين ثلاث أشهر. هذه توسيع تستمر حتى إلى 12 شهر، نعم هناك توسيع تستمر حتى إلى 12 شهر. فلهذا يلزم الصبر، يلزم أن يكون عندك صبر، وهذا يجب أن تتعلمه من السوق، يجب أن تتعلمه من السوق. فكلنا نعرف على أن حركة البيتكوين يعني تتحكم بشكل كبير جدا في حركة السوق، يعني من خلال التداول اليومي طبعا. فأنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا مستثمر بهذه العملة، والتحليل الذي أعطيها لكم فقط لمتابعة تحركات العملة، وكذلك الناس التي تريد أن تقوم بالبيع بمناطق أعطيك المناطق الخاصة والأهداف الخاصة بالبيع طبعا. فلاحظنا ان هنا كان في نزول السعر في عملية انعكاس ورجوع مرة اخرى بعدما توقعنا من هذه المنطقة اللي كان فيها انها حصة من الصعود، والحمد لله كان في صعود، كان في شمعات ايجابية وظهرت هنا شمعة انعكاس، بحيث اننا لاحظنا مرة اخرى النزول الى الاسفل الى منطقة الدعم التي كنا قد رسمناها سابقا، اللي هي ما بين جوج 16 اللي او ما بين جوج 05 الى 0.18، هذه الزون اللي تحدثنا كذلك عليها في الحلقة الماضية. وبالنسبة لمنطقة يعني جوج 39 والتي لاحظت على انها في الفريم الساعة، على انه دائما ما نرى على انه يكون في اتداد من خلال هذه المنطقة. لو شاهدتم ولو تابعتم هذا المستوى هذا وهذا السعر، دائما ما يكون في ارتداد في هذا المستوى. وحتى في الفريم ابعد ساعات الناس التي تتحدث على ان العملة ستنهار، على ان العملة سيكون، نعم العملة كل شخص تحدث في الواحد دولار، عندما كانت في الواحد دولار كل شخص تحدث او جميع تقريبا المحللين او عدد كبير من المحللين من تحدثوا على ان العملة ستنهار. وانا قمت بوضع لكم تحليلي الخاص، وكان في صعود قوي للعملة، لاحظنا بامب قوي للعملة وتحدثنا على انها ستصل الى 3 دولار، والحمد لله في ناس تمسكت بالثلاثة دولار وحصلت على أرباح. على العموم بالنسبة للتحليل الخاص بي كذلك في محللين حاليا يتوقعون أن في انهيار للعملة، وبالنسبة لي أتتبع يعني في أربعة ساعات ويعطيني على أنه يعني في التراند، يعني يحترم يعني التراند، وكذلك في إيجابية في عملية الصعود، بحيث أننا سوف نرى مرة أخرى عملية الصعود لنرجع إلى سعر 3 دولار. أوكي يعني في بالنسبة للناس التي تتوقع النزول إلى غير ذلك، فمن حقهم أن يقوموا بالبيع لو تريد أن تقوم بالبيع، لكن بالنسبة لي أنا مستثمر. والناس التي تحدثت عن أين هي تحاليلك من خلال هذا النزول، يا أخي النزول فقط 10% أو حتى 20% أو 30%، فلو حصل نزول لأي عملة شرحتها 30% فأنت مستثمر يا أخي، يجب عليك دائما أن يكون صبر. فالسوق دائما يجب أن تعرف على أن السوق دائما يختبر نفسية المتداولين، فأي عملية صعود إلا ويكون يعني يكون يوازيها يعني عملية نزول، وأي نزول يعني يكون يوازيه عملية صعود. فدائما التصحيح هو الذي يعني يشكل، أو دائما التصحيح هو الذي نعرفه يعني في سوق العملات الرقمية، بحيث أن يعني مراحل التصحيح دائما تكون عملية الشراء، يعني بدون تصحيح
فاعلم على ان العمله التي تدخل بها تكون غالبا ما تكون يعني سكام، يعني في وقت من الاوقات يعني راح تشوفها تعمل دامب كبير جدا وخسارة للأموال. أوكي، فكما أخبرناكم وكما نقوم بالتحديث الآن، بالنسبة لأهدافنا، أهدافنا حاليا هي 305 و505. وبالنسبة لمناطق الدعم، الناس التي تريد أن تقوم برسم مناطق الدعم يمكن أن يقوموا بأخذ مناطق الدعم يعني إما من مستوى 81، يعني يمكن أن تعود هذه المنطقة، يعني في حال ما عادت يمكن أن تكون مرة أخرى منطقة دعم. ولو استمر أو لو لم يقفل يعني 5 ساعات يعني أسفل المستوى يعني جوج واحد يعني جوج 10 سنت، يعني لو لم يتم إقفالها، لو تم إقفالها فسينزل إلى هذا المستوى، لو لم يتم إقفالها حينها سيبدأ الصعود. أوكي، بمعنى أنك يعني تضع يعني ك تنتظر وتراقب يعني السوق، يعني وتضع يعني امام معلق وتنتظر يعني ان السوق ماذا سيحدث فيه. تمام، فهذا هو كل شيء بالنسبة لعملات الجي ام تي. حاليا في دخول لمنصات ان شاء الله يعني راح نشاهدها في الايام المقبلة. نعم، هناك اخبار عن دخولها لمنصات كبيرة جدا، وبالنسبة للمنصات التي سيتم الدخول اليها حتى الان لم يتم الاعلان عنها من طرف يعني يعني الحسابات الرسمية الخاصة بالجي ام تي، وسننتظر أن يكون في تحرك يعني للسوق، بحيث أنني يعني حتى هذا الصباح رأيت أنه يعني أصبحت إيجابية للسوق، وهذا ما يؤثر حتى على عملة جاسمي والتي سوف تكون حديثنا الثاني لهذا اليوم. لهذا إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، قم بإشتراك وتفعيل الجرس. كان معكم اسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.